طيب خلينا نحاول يعني ننتقل إلى الجانب الآخر من العالم، يعني خلينا نروح لواشنطن لو صح التعبير، لأنه إحنا عايزين نفهم ما يحدث الآن في واشنطن، ما الذي تراه واشنطن بمؤسساتها المختلفة في هذه الحرب؟ هل يوجد بالفعل اختلافات في وجهات النظر داخل الكونغرس؟ هل يوجد توجه ما داخل البيت الأبيض؟ هل يوجد هناك حالة من حالات التوتر أو الارتباك في القدرة على اتخاذ قرار ما متعلق بهذه الحرب؟ خليني أخذ معنا على التليفون دكتور توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك يا دكتور توفيق. دكتور توفيق، يعني مهم جدا أن احنا نطلع على ما يحدث في واشنطن، كيف ترى الآن المؤسسات السياسية داخل واشنطن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية؟ هل هناك ثم التغيير في الموقف الأمريكي؟ هل ترى أنه من الممكن أنه الموقف الأمريكي يعني يخفف ولو قليلا من انحيازاته ناحية الكيان الصهيوني، وبالتالي نصل حتى إلى هدنة ما في القريب؟ هو شوف حضرتك، بعد الأحداث ما حدثت بتاعة أكتوبر 7 أكتوبر، الرأي العام الأمريكي تأثر جامد جدا في الأول بما حدث، وبعد شوية بدأت السوشيال ميديا اللي هي شبكات التواصل يدخل نشطاء فيها، واقدر اقول ان على مستوى النشطاء العرب والمسلمين يعني بيشتغلوا بدرجه عاليه جدا في هذا الامر. فانا اعتقادي ان في بدايه، اللي انا شايفه بدايه ضغط في الشارع من خلال شبكات التواصل، وده بدا ينعكس على الجامعات بان هو نسبه من الطلبه عاليه اكتر، يعني في متجهه ناحيه ان هم ايه، تبقى ضد اسرائيل في هذا الصراع. الإدارة الأمريكية نظرتها مختلفة، عليها ضغط من الشارع ومن شبكات التواصل بيدركوه هم، ولكن هم نظرتهم مختلفة. في طبعا علاقات وطيدة حضرتك بينهم وبين إسرائيل من سنين في التكنولوجي وفي الصناعة وفي حاجات كتيرة جدا، دي حاجة. تاني حاجة اللي نقدر نقول إن هم مدركين إن الضربة بتاعت 7 أكتوبر دي، عشان اصورها لحضرتك، هو مات حوالي مثلا 1500 في اسرائيل، ده بنسبه حجم الولايات المتحده تقارب، لو ضربت نسبه السكان يعني وحاولت تشوفها على 300 مليون 400 مليون هنا في امريكا، توازي ما قيمته 100,000 بني ادم اتقتلوا. فهم الى حد ما زي ما تقول شايفين في نوع من الذريعه او بيسموها جاستيفيكيشن لاسرائيل ان هي تضرب وبقوه.